انا لي زميلي قريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدا وعلى بركته نستعين، ومنه دوما وابدا نطلب التوفيق والنجاح والسداد. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نحييكم في مساء هذا اليوم بتحدياتي وانطلاقاتي سن الاذاعه ضمن هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد حفظه الله ورعاه. لنتابع معكم انطلاق لثامن الاشواط المسائيه وشوط خاص بالقعدان الجائزه سياره. نتمنى التوفيق للشعارات الحاضره والمشاركه في مسار هذا الشوط. لنتابع معكم مباشره مع الصداره ومع المقدمه الاولى مسار هذا الشوط وتحدياته في هذا الانطلاق الجميل على المركز الاول. مشاهدينا الكرام، إذن شعار بن جهويل على مقدمة هذا الشوط من خلال تقدم دسمان حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، من يقدم لنا دسمان على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني المراكز لنتابع في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني مع انطلاقة هذا الشوط درب الحاضر بشعار عبد الله بن عبد الهادي بن ذرو البريدي، من يأتي مع المركز الثاني من خلال تقدم درب المركز الثالث. ثالث المراكز نتابع في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام التقدم اللي نتابعه مع شاهين لسعيد بن ناصر العوام المري، يأتي مع المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب اليمين نشاهد أيضا التقدم والحضور من قبل وبران محمد بن عتيق بن سيف العميمي، من يقدم لنا شعاره. ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز، سياف للاهوم من طالب بن شريم المري، من يقدم لنا سياف على المركز الخامس. النتيجة الأولى مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة في أول ندى في منافسات هذا الشوط الخاص بالقعدان، سيارة بالانتظار، الناموس غالي في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد وأمسية رائعة نتابع من خلالها منافسات الإذاع وسن الإذاع مع شعارات أبناء الخبايل. العودة إلى الصدارة وشعار بن جهويل، من يتصدر المشهد مع دسمان على مقدمة هذا الشوط بالأداء الفنان. هذا دسمان مشاهدين الأعزاء من يقود هذه الأسماء بتحدياتها الرائعة، ويحضر بحضور شعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل على مقدمة وصدارة هذا الشوط. أما في المركز الثاني هنا درب مع ثاني المراكز، عبد الله بن عبد الهادي بن ذرو البريدي يأتي مع المركز الثاني من خلال تقدم درب. أما في ثالث المراكز، المركز الثالث تقدم من سياف للاهوم بطالب بن شريم المري، يحتل المركز الثالث ويتقدم سياف. مشاهدينا الكرام المركز الرابع هذا هو وبران لمحمد بن عتيق بن سيف العميمي، من يأتي مع شعار ليقدم لنا وبران على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس شوف ايضا الوصول وتابع التقدم في هذه اللحظات من مبلش لعايض بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي، يأتي مع المركز الخامس ليقدم لنا شعاره في هذا الشوط مع المركز الخامس. لكن خلف المراكز الخمسة ايضا شعارات اقتربت، بدأت تندفع نحو الصدارة. ما شاء الله على هذا الحضور الجميل مع هذه الشعارات المزينة لأرضية ميدان التحدي. مرحبا بكل الضيوف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان وللمشاركة في مهرجان الأمير الوالد على ميدان التحدي. لوحة الثلاثة كيلومتر عديناها، نسير مع الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط. ما شاء الله يا دسمان، دسمان يا دسمان على الصدارة، من يتقدم مع المركز الأول يحضر بحضور شعار حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، ويطمع بن جهويل بناموس هذا الشوط مع دسمان الحاضر في هذا الاندفاع الكبير بالمقدمة، والذي يأتي أيضا بعرضه المثير في مقدمة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني درب درب على المركز الثاني، عبد الله بن عبد الهادي بن ذرو البريدي، من يأتي مع المركز الثاني من خلال مشاركة درب وحضوره على مركز الوصافة. المركز الثالث التقدم من سياف لهوم من طالب بن شريم المري، يأتي مع المركز الثالث، يطمع بن شريم مع سياف باختطاف نقطة هذا الشوط. المركز الرابع، رابع المراكز هنا وبران محمد بن عتيق بن سيف العميمي، يقدم لنا وبران على المركز الرابع. المركز الخامس التدخل في هذه اللحظات والوصول مشاهدينا الكرام،
يأتي التقدم والحضور من مشاكل لمنصور بن هويدن بن مقبل اليحافي قادم في هذه اللحظات محتلا للمركز الخامس مع هذا الاندفاع الجميل احد ابناء السلطنة الحاضرين ايضا في هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله على هذه الاسماء على هذه الشعارات القادمة هنا متابعينا الكرام في اجواء رياضية والاروع على ارضية ميدان الشحانية العودة للصدارة المقدمة والبداية دسمان لا زال البطل لا زال دسمان يعانق الناموس حاضر بشعار بن جهويل في مسار هذا الشو الله 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 منذ البداية حتى هذه اللحظات ودسمان يتمسك بالصدارة بعروضه الجميلة بانطلاقته الرائعة في مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يأتي بهذه الانطلاقة مع دسمان المركز الثاني درب عبد الله بن عبد الهادي بن ذروة البريدي المركز الثالث تواجد هنا أيضا من وبران محمد بن عتيق بن سيف العميمي بدأ يحرك شعار العميمي مع وبران في هذا الشوط المركز الرابع هناك سياف لهم بن طالب بن شريم المري مع المركز الرابع المركز الخامس شعار الجحافي قادم مع مشاكل منصور بن هويد بن مقبل اليحافي من يقدم لنا مشاكل على المركز الخامس ولكن الصدارة المقدمة التحديات الأولى دسمان المركز الأول دسمان الله 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 يقترب من لوحة الكيلو متر الأخير يلا يا بن جهويل من يقدم الانطلاقة بالأداء الرائع والمميز حتى هذه اللحظات هذه لوحة الكيلومتر الأخير من هنا نحو الناموس نسير والتحديات الرائعة وهذا دسمان بالمقدمة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من يقدم الانطلاقة من يقدم دسمان على المركز الأول المركز الثاني ثاني المراكز متابعين الكرام بدأ التحرك في هذه اللحظات من درب عبد الله بن عبد الهادي بن ذروة البريدي من يقدم لنا درب عليها الرقم واحد يا البريدي يلا إلى الناموس إلى الانتصار المركز الثاني التحرك أيضا من وبران محمد بن عتيق بن سيف العميمي ورابع المراكز هنا نتابع أيضا سياف له بطالب شريف المركز الخامس شعار اليحافي بدأ يقترب أيضا من خلال هذا الأداء الجميل مع مشاكل منصور بن هويد اليحافي ولكن شاهد ايضا حطام محمد بن صالح الحميري قادم في اول ندى وصلت اسماء ايضا وانضمت معنا في هذه اللحظات ولكن هنا الصدارة درب 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 على المقدمة على الصدارة يلا يا البريدي اللحظات المثيرة اللحظات الاخيرة واللحظات الخطيرة الله 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 درب 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 مع الناموس والانتصار درب مع السيارة يحضر حضور جميل في هذا الشوط بشعار عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي يطير بناموس هذا الشوط والتهنئة لفهد بن عبد الهادي البريدي سلام 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 وتحية واحترام درب 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 مع الناموس يحضر حضور كبير عليها الرقم واحد وهو الرقم واحد سلام يا درب تهانينا والناموس لعبد الله بن عبد الهادي البريدي يسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني كان وبران لمحمد بن عتيق بن سيف العميمي المركز الثالث وصل حطام لمحمد بن صالح بن علي الحميري والمركز الرابع رابع المراكز كان من نصيب مشاكل لمنصور بن هويدن من بقبل اليحافي المركز الخامس المركز الخامس مشاهدين الأعزاء كان مبلش لعايض بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا إلى فاضل ولكن درب هو البطل هو الحاضر بمنافسات وتحديات هذا الشوط ليسجل هذا الناموس الغالي ملخص الإعادة لنتابع من خلاله التوقيت الزمني مع درب لحظة وصوله إلى خط نهاية قاطع مسافة 6 كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و15 ثانية 50 جزء من الثاني تهانينا لعبد الله بن عبد الهادي بن ذروة البريدي الناموس البريدي على فوز درب بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط المركز الثاني كان هناك وبران في 9 دقائق و18 ثانية 32 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن عتيق بن سيف العميمي على فوز وبران بالمركز الثاني ثالث المراكز من وصل حطام بشعار الحميري في 9 دقائق و19 ثانية 16 جزء من الثانية تهانينا لمحمد بن صالح بن علي الحميري على فوز حطام بالمركز الثالث